اسمح لي أذهب إلى كييف مباشرة الآن، نأخذ رأي الدكتور سعيد سلام الباحث في العلاقات الدولية. دكتور سعيد، عاد الاستهداف للعاصمة الأوكرانية كييف، سأسألك عنه وعن آخر تطورات لديكم في العاصمة، لكن بما أنه الدكتور يوسف أشار إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، كيف تنظرون إلى هذه التصريحات حول أن الأمر متروك لأوكرانيا فيما يتعلق بالتنازل عن جزء من أراضيها من أجل التوصل إلى تسوية وإلى إيقاف الحرب مع روسيا؟ أشكر لكم ولضيفكم في الاستوديو مرحبا. في الحقيقة أن هذا التصريح يؤكد مرة أخرى أن الأمر بأمر المفاوضات بيد الجانب الأوكراني، والموقف الرسمي الذي أعلنه بايدن منشور منذ أيام في صحيفة نيويورك تايمز، التي أكد فيها أنهم سيقفون مع الجانب الأوكراني إذا جانب الخير ضد الشر، وهذا كانت رسالة واضحة عمليا أن الموقف الأمريكي خلف الموقف الأوكراني داعم له لجميع الجهود التي تبذلها القيادة الأوكرانية للصمود والانتصار في هذه الحرب. وهذا أيضا المقال التي نشرها تعيد وتؤكد أيضا على التصريحات التي قالها سابقا وزير الخارجية بلينكن حول الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وأيضا وزير الدفاع أوستن. بس دكتور سعيد، دكتور سعيد، هنري كيسنجر الوزير الخارجية الأسبق الأمريكي تحدث في دافوس عن هذه القضية ورد عليه بعنف الرئيس الأوكراني زيلنسكي، هل يتبنى بايدن اليوم وجهة نظر كيسنجر، وكيف سيتصرف الرئيس الأوكراني مع هذا التطور؟ لا طبعا، أنا قلت أن الموقف الرسمي الذي تتبناه القيادة الأمريكية نشره الرئيس جو بايدن في جريدة الشرق نيويورك تايمز منذ يومين، وهي واضحة، الوقوف خلف القيادة الأوكرانية، وما قاله وأيضا أنهم لن يفاوضوا خلف ظهر الجانب الأوكراني، وما قاله كيسنجر يحترم وجهة نظر له، ورد الرئيس الأوكراني كان واضحا، من يريد ليس فقط له وإنما للجميع، من يريد أن يتنازل عن أراضي فليتنازل عن أراضيه هو وليس يفرض على الجانب الأوكراني. هذه من نقطة. من نقطة أخرى أيضا، يجب على الجانب الأوروبي والعالم والمجتمع العالمي العودة إلى التاريخ وأخذ العبر. عام 1937 عندما قامت ألمانيا النازية بقيادة هتلر بغزو بعض المناطق في أوروبا، تم إجراء اتفاقية ميونخ التي أدت إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939. فهل تريد أوروبا الآن الخضوع وتكرار تجربة ميونخ؟ هنا يجب الوقوف ضد دكتاتور ينمو، نظام فاشي حسب أيضا الكثير من المتابعين، نظام فاشي في روسيا يجب الوقوف ضده وإيقافه، وأوروبا تفهم هذا الموضوع لأنها دكتور سعيد، دكتور سعيد،